النشرة الإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى إليكم أبرز عناوينها. تعزيز التعاون العسكري الثنائي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والانتشار غير الشرعي بالبشر محاور أساسية تناولتها مباحثات مغربية ألمانية في الرباط. مدينة أبي الجعد تحتضن فعاليات الملتقى الفيدرالي الأول لألعاب القوى بمشاركة أبرز العدائين والعداءات. وبالرباط نظمت جمعية العدوتين الدورة 29 للمهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل التربوية. السلام عليكم. تنفيذا لتعليمات الملكية السامية استقبل السيد عبد اللطيف اللودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم بحضور الفريق أول محمد بريد المفتش العام لقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية السيد توماس هيتشلر الوزير المنتدب للدفاع الألماني الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. الحسين الحنجاوي. خلال هذا الاجتماع تم تسليط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود والتجارة غير المشروع. في هذا السياق أعرب الوزير الألماني عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة. من جانبه أبرز السيد لودي دور المغرب كفاعل مهم في تحقيق الاستقرار والسلم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله من خلال اعتماد استراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى التصدي لتهديدات الإرهاب والتجار غير المشروع وضمان أمن الحدود، وشدد على أن مكافحة هذه الآفات مسؤولية مشتركة يتعين دعمها بجهد جماعي وقوي على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. كما أبرز السيد لودي المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للاندماج الاقتصادي وفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك يشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي للقارة. وتهدف المبادرة الملكية أيضا إلى تسهيل ولوج دول الساحل غير المطلة على البحر إلى المحيط الأطلسي، وهو ما من شأنه وفق الرؤية الملكية تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان وكذا الأمن والسلم بجوارنا الأوروبي والساحل الإفريقي. وفي ختام هذا الاجتماع أعرب الجانبان عن رغبتهما في توطيد التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين واستكشاف فرص جديدة للتعاون لا سيما في مجال التكوين والدفاع السيبراني والصناعة الدفاعية. في الخبر الدولي قال قيادي سياسي في حركة حماس إن الحركة لا تعرف من هو حي ومن هو ميت من الرهائن الذين تحتجزهم منذ هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي. في غضون ذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين في شمال غزة زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع راصدة نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية. تقرير حفيظ دواري. يواصل الوسطاء في القاهرة في غياب ممثلين عن إسرائيل جهودهم في اجتماع اليوم للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها من أجل وقف القتال في غزة وإدخال مزيد من المساعدات، ويسارع الوسطاء الزمن للتوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان. ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون الإسرائيلية وإدخال مزيد من المساعدات. الناس يعيشون معاناة كبيرة في غزة. يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار على الأقل خلال 6 أسابيع القادمة، وهو ما نناقشه على الطاولة. وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس، وأنه لا توجد أعذار وعلى إسرائيل أن تفتح نقاط عبور جديدة وألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات.
ميدانيا يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق عدة في غزة، وقد نزح أزيد من 1,700,000 فلسطيني فرارا من الحرب، أغلبهم توجهوا نحو مدينة رفح على الحدود المصرية. وفي ملف الحرب الروسية الأوكرانية، نددت موسكو اليوم بما أسمته ضلوع مباشر للغرب في أوكرانيا بعد نشر تسجيل صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني حول تسليم أسلحة إلى أوكرانيا لضرب أهداف روسية. في غضون ذلك، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عن تدمير جسر للسكك الحديدية في منطقة سامرة الروسية الواقع على بعد أكثر من 750 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، عملية أدت إلى إبطاء نقل المعدات العسكرية وتوقف حركة القطارات في المنطقة. في كاليفورنيا الأمريكية، تعرضت مرتفعات سيرا في نيفادا لعاصفة ثلجية شديدة مصحوبة برياح عاتية تجاوزت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة، وتسببت في قطع خطوط الكهرباء، ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع منسوب الثلوج ما بين 2 و3 أمتار في الأيام المقبلة على المرتفعات وفقا لهيئة الأرصاد الجوية في هذه الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد. نواصل من بني ملال، وفي مجال الاستثمار، أعطيت الانطلاقة للمشاورات الجهوية حول الاستثمار بجهة بني ملال خنيفرة بمشاركة عدد من المستثمرين والفاعلين الخواص والفاعلين الاقتصاديين والماليين، مشاورات تستعرض حصيلة الاستثمار على مستوى الجهة والإكراهات التي تواجه القطاع وطرح الحلول لتسهيل عملية الاستثمار وريادة الأعمال. كوثر أبو تير وعمر جليتي. دعما لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية الجهة، يأتي هذا اللقاء من أجل تحفيز المستثمرين ومواكبتهم والدعوة إلى تكثيف الجهود لجعل الاستثمار الخاص قاطرة للتنمية الاقتصادية. هي مشاورات تمتد على مدى شهرين، سيتم خلالها تنظيم أكثر من 14 لقاء مع كافة المتدخلين في مجال الاستثمار من أجل تعميق النقاش حول المواضيع ذات الصلة بالاستثمار. وتعرف الجهة ارتفاعا في حجم الاستثمار في السنوات الأخيرة، إذ بلغ 34.7 مليار درهم سنة 2023. وكما تتعرفوا أهمية الموضوع وأهمية الاستثمار في الاقتصاد ديال بلادنا، وكما تتعرفوا في مجموعة ديال الخطب ديال سيدنا اللي ما فاتئ يلح على دعم وتشجيع الاستثمار. الجهة ديالنا سنوات ونصف الولاية تم تأهيل مجموعة ديال التجهيزات والبنيات التحتية. هذا الحوار يهم إقامة ورشات وعقد مناقشات ومناظرات حول القضايا الوطنية الحاسمة في تحسين مناخ الأعمال. تشجيع القطاع الخاص من أهم مرتكزات دعم الاستثمار بالمنطقة، ويعتمد هذا الأمر على تبسيط مصادر المستثمرين وتعزيز الجاذبية الترابية وتحسين مناخ الأعمال. في المجال الطبي، احتضنت كلية الطب والصيدلة بمدينة أكادير أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للتواصل الصحي. الدورة خصصت لموضوع داء السكري من أجل رعاية صحية أفضل. في المتابعة حجب تامك، وداد المساوي، وعثمان تاسي. الدورة السادسة للمؤتمر الوطني للتواصل الصحي بأكادير تظاهرة علمية حول موضوع داء السكري والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض وطرق العلاج والوقاية منه. هي يعني حملات تحسيسية لصالح مرضى السكري، قامت بها 3 جمعيات يعني عاملة في حقل داء السكري بتعاون مع السلطات وتعاون مع مديرية الجهة والصحة، وقد استفاد أكثر من 500 يعني مريض، وذلك للكشف عن ارتفاع الضغط الدموي والكشف عن السكري والكشف على مضاعفات الكلى للسكري. القاعة الآن ممتلئة والأساتذة يلقون العروض بالعربية والتجاوب رائع حتى مع المرضى ومع المواطنين. وتميز هذا المؤتمر بتواجد نخبة من الخبراء والمختصين المغاربة في الكشف وعلاج داء السكري، هدفهم توعية المواطنين بأهمية مضاعفات هذا المرض وسبل علاجه عبر مراحل التشخيص والفحص المبكر. الاستفادة من ما وفره حاليا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري،
والحمد لله الأمور في تقدم وفي استفادة من التطور التكنولوجي، وهذا يجب مواكبته من طرف كل الفاعلين في داء السكري. وعلى هامش المؤتمر نظمت حملات تحسيسية طبية لمرضى السكري بأكادير الكبير في إطار شراكة بين الجمعية المغربية للتواصل الصحي وكلية الطب والصيدلة بأكادير وجمعية المجتمع المدني. وفي المجال الديني عقد المجلس العلمي المحلي للرباط لقاء تواصليا مع المشفعين الذين يقومون بأداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان الكريم. سيام بوخليفي وياسين مرافق. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، شهر الصيام الصلاة والخشوع، ومن بين الصلوات التي يحرص المغاربة على أدائها خلال هذا الشهر الأبرك صلاة التراويح بمختلف المساجد وفق أحكام يحرص المشفعون على الالتزام بأدائها لتحافظ الصلاة على مقاصدها وحكمتها. تذكير هؤلاء المشفعين بما جرى عليه العرف في هذه الأمة المغربية الشريفة، والعرف الذي نعرفه الذي كان سائدا وسيبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أن المشفعين يقرؤون القرآن في بيوت الله سبحانه وتعالى أثناء صلاة التراويح برواية الإمام ورش عن نافع بطريق الأزرق، ولا يمكن أن نحيد عن هذا الطريق أبدا. وخلال هذا اللقاء تذكير المشفعين بأهم الإرشادات المتعلقة بصلاة التراويح بما يحافظ على أهداف هذه الصلاة مع مراعاة أحوال الناس والتخفيف عليهم في جانب القراءة مع عدم الإخلال بقواعد الأداء. من أهم ما ينصب التذكير عليه التذكير بأهمية الصلاة يعني التي تراعي أحوال الناس، يعني من تخفيف وتيسير مع الختم الكامل للقرآن ومع الحفاظ على ما جرى به عمل المغاربة في هذا الباب من ختم والتزام بالرواية برشين عن نافعين واستحضار لمعاني القرآن والتزام بالقراءة المرتلة السهلة الميسرة التي تنساب إلى العقول وإلى النفوس وتؤثر في نفوس المصلين. قبل حلول شهر رمضان الكريم الاستعداد لصلاة التراويح شكلا ومضمونا يتم كل سنة بما يحافظ على المقام الجليل لهذه الصلاة كشعيرة عظيمة من شعائر شهر رمضان الأبرك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر الرحمة والمغفرة. في موضوع آخر، استضافت الرباط مؤخرا فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الحلاقة والحلويات، دورة توخى تحفيز الشباب على الإبداع في مثل هذه الفنون. في المتابعة فردوس الحرش وعمر أيت عيسى. تشجيع شباب يمتهنون فنون الطبخ والحلاقة أبرز ما يرمي إليه تنظيم الدورة الأولى لمهرجان الحلاقة وفن الحلويات بالرباط، بادرة من شأنها تحفيز هؤلاء الشباب على الإبداع خاصة فيما يتعلق بهكذا فنون. الدورة والأساس ديالها وهو تشجيع هاد الشبان بالإبداعات ديالهم وتمكينهم من ولوج سوق الشغل. فالجمعية والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني كيشتغلوا جميعا لتشجيع هؤلاء الشباب باش يمكنهم إن شاء الله أنهم يكونوا في المستقبل دي شاف كبار ويكونوا يعني محترفين في المجال ديالهم. الحلويات، الطبخ كما الحلاقة، حرف تستلزم هواية صبرا وإبداع، أمر تعمل على تكريسه مثل هذه المسابقات. نمر الآن للخبر الرياضي للنشرة ونستهله من أبي الجعد، حيث نظمت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى نهاية الأسبوع ألعاب القوى بمشاركة أبرز العدائين والعداءات. ابتسام ودريس وعمر جليدي. بعد مرور 60 مرحلة من منافسة البطولة الوطنية، دخل سباق العدوى الريفي مرحلة إجراء الملتقيات الفيدرالية، والنسخة الأولى استقبلتها الحلبة المطاطية لأبي الجعد، إذ شهد السباق حضورا وازنا في عدد المشاركين الذي تجاوز 470 عداء وعداء مثلوا أزيد من 90 نادي وجمعية رياضية. فزت بالمرتبة الأولى في مسافة 3000 متر موانع، وكنتمنى إن شاء الله المزيد من التألق، وكنتمنى الأصدقاء صديقات ديالي تما يكونوا حققوا نتائج جيدة.
الحمد لله اليوم حققت المرتبة الأولى في مسافة 800 متر وحققت المينيما ديال البطولة العالم. كنبغي نشكر الجمعية الملكية المغربية على حسن التنظيم. الملتقى الفيدرالي الأول لألعاب القوى سجل أرقاما مهمة للأبطال المشاركين الذين اشتد التنافس بينهم على تحقيق المراكز الأولى حتى يتم اختيار الأفضل من طرف الإدارة التقنية ليمثل المنتخب الوطني في المحافل الرياضية الدولية. الأعيون ديال المدربين وديال الإدارة التقنية متواجدة هنا بالحلبة يعني باش يتم الاختيار والنداء عليهم لتمثيل المغرب مستقبلا. التنظيم أنا بان لي جد محكم، التوقيت يعني احترم، المسافات كذلك احترمت، العدائين تيتنافسوا يعني بقوة في واحد الإطار رياضي محض. بالنسبة للتظاهرة فيما هو تقني فالحمد لله داكشي اللي كنا كنتظروه من العدائين تحقق، ومازال ان شاء الله اللي غتكون ارقام وطنيه في هذا هو اول سباق داخل المضمار. مازال ان شاء الله عندنا سباقات اخرين اللي فيدراليه، كاينين 8 فيدراليات ان شاء الله اللي غادي يكونوا توقيت احسن من هذا التوقيت اللي كنشوفوا اللي شفنا اليوم في جميع السباقات. ابطال اكاديميه محمد السادس لالعاب القوى والمعهد الوطني لالعاب القوى والمراكز الجهويه كانت امامهم فرصه اختبار كفاءتهم واكتساب الخبره والتجربه باللعب في الملتقيات الفيدراليه، ملتقيات تطمح إلى تسجيل أرقام قياسية واكتساب مكانة متميزة لعدائين وعداءات هدفهم الأكبر تمثيل أم الألعاب الوطنية في المحافل الرياضية الكبرى أفضل تمثيل. وبجهة سوس ماسا وتحديدا بمدينة أولاد تيمة نظم سباق نسوي على الطريق في نسخته الثانية، التظاهرة عرفت مشاركة أزيد من 600 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. حجبتان كوعت منتازي. أزيد من 600 مشاركة في السباق النسوي في نسخته الثانية بولاد تيمة، تظاهرة رياضية تهدف إلى تشجيع النساء على ممارسة الرياضة وخلق أجواء تنافسية في صفوفهن. هذا السباق هذا خلقناه كل سنة، غادي نضمن إن شاء الله كل سنة إن شاء الله يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. إذن هو اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، وحنا إن شاء الله الحمد لله في لوموا مارس يعني كنحتفلوا بنساء المدينة ونساء قبيلة هوارة ونساء المملكة المغربية ككل. أن الرياضة خاصة تكون يعني في بالنسبة للمرأة بين الاهتمامات ديالها اليومية، وثاني حاجه انها يعني واحد متنفس ديالها بين الاشغال والالتزامات اليوميه ديالها. وقد تمكنت المشاركه ساره الشايب بالفوز بالمرتبه الاولى في هذا السباق، فيما تم تتويج باقي الفائزين بشواهد وجوائز تحفيزيه. اليوم جيت باش نشارك في الماراثون اللي دار بمناسبه ديال 8 مارس عيد المراه، وانا جد سعيده بهذه المرتبه اللي حصلت عليها واخا اول مشاركه ديالي. فرحانه بزاف بهذا هذا المهرجان اللي زوين، هذه المسابقه اللي داروها النساء كبارات صغارات في العمر كلهم ما شاء الله جاوا يشاركوا. تظاهرة رياضية تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وتهدف إلى تشجيع الرياضة النسوية بولاد تيمة وإبراز مواهب في هذا المجال. نمر الآن للصفحة الثقافية والفنية للنشرة ونستهلها من مدينة تطوان وفعاليات الدورة الثانية لحضرة الجمال. التظاهرة الدينية تنظمها مؤسسة الجمال السماع والمديح والفن العريق وأحيتها المجموعة الرسمية للطريقة القادرية البوتشيشية. فنا شاكر العلوي وعبد العلي قنوني. هي فعاليات النسخة الثانية من حفل حضرة الجمال للمجموعة الرسمية للطريقة القادرية البوتشيشية الذي زين مسرح سينما إسبانيول بتطوان بتنظيم من مؤسسة الجمال للسماع والمديح والفن العريق لأجل تجديد الوصل بمحبي الذكر وفن المديح والسماع على مقربة من شهر رمضان المبارك. هذه الأمسية المباركة سوف تحييها هذه الطريقة بذكر الله ومدح رسوله الكريم، أي بالذكر المسموع. وكما تعلمون أن الطريقة القادرية البوتشيشية فهي معهد لتربية العقول ومعبد لتطهير القلوب.
حفل المجموعة الرسمية للطريقة القدرية البوتشيشية في حضرة الجمال بتطوان وحضور للكلمة الجميلة والمعاني الأجمل في توليفة ألحان تزداد جمالية بمديح خير البرية. نحن سعداء بالتواجد مرة أخرى في الدورة الثانية لحضرة الجمال تسمى السهرة. سبقنا ديرناها العام اللي فات وهذا العام هذا كتجي في هذه الأجواء الربانية اللي في هذه الليالي هذه ديال أواخر شعبان. احنا مقبلين على شهر رمضان المعظم. في الحقيقة احنا ما كنرتبطوش دائما غير بشهر رمضان، وإنما هذه اللقاءات دائما إلا أنها طبعا تتميز بالتواجد في هذه الأشهر المباركة، في هذه الأيام المباركة اللي الله سبحانه وتعالى بارك فيها وجعل فيها أسرارا وأنوارا. في حضرة الجمال يسمو الصمت للاستمتاع بأصوات تتعالى في تناغم تام لتمنح ساكنة الحمامة البيضاء مقتطفات بطعم الروعة المرتبطة بإلقاء إبداعي للذكر ببصمة المجموعة الرسمية للطريقة القادرية البوتشيشية. وبالرباط نظمت جمعية العدوتين الدورة 29 للمهرجان الدولي للموسيقى وأغنية الطفل التربوية. ياسر العمراني ومحمد أمين العمري. مملكة الأنوار حاضنة الأطفال المبدعين هو شعار الدورة 29 للمهرجان الدولي للموسيقى وأغنية الطفل التربوية، برنامج غني سيشهده المهرجان الممتد على مدى 3 أيام. اليوم كاينين ضيوف شرف من بعض الدول الصديقة والشقيقة. النهار الثاني عندنا تباري من جميع المدن المغربية، تقريبا من جميع المدن المغربية. نهار الآخر غادي يكون توزيع الجوائز على الفائزين في التباري في هذه الدورة. وعندنا هذه السنة تكريم لواحد السيدة اللي هي أيقونة، أنا تنقول تكريم لمدينة السمارة ككل. جيت اليوم نشارك في هذه الجمعية اللي كرمتنا لذا التكريم، كنت منتمناه سنوات والحمد لله التكريم تحت الرعاية السامية الملكية، وهذا بالنسبة لي أنا تاج فوق راسي وبالنسبة لي وسام سأحمله مدى حياتي. اليوم الافتتاحي تميز بتقديم عدد من اللوحات الفنية والموسيقية، غناء وإنشاد جماعي للأطفال. هذا اليوم تميز أيضا بحضور عدد من الفعاليات. هاد الدعوة اللي جاتنا في باش نحضروا لهذا المهرجان الدولي لموسيقى وأغنية الطفل واللي تتنظموا الجمعية ديالهم تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده تحت شعار مملكة الأنوار حاضنة الأطفال المبدعين. هذا الحدث الثقافي يهتم بالمواهب الشابة الموسيقية المتخصصة في أغنية الطفل التربوية والمجموعات الغنائية إلى جانب العزف المنفرد على جميع الآلات الموسيقية. والآن تطلعكم ليلى أغبال على حالة الطقس المرتقبة عبر ربوع المملكة خلال الساعات القادمة من يومه الثلاثاء. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع بحول الله أن يكون طقس نسبيا بارد مصحوب بصقيع بمرتفعات الأطلس بمنطقة الريف وكذلك بالهضاب العليا الشرقية وبالجنوب الشرقي، مع تكون ضباب بالسهول الوسطى بالسهول الشمالية كذلك بالأطلس المتوسط وكذلك بشمال الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية، مع طقس نسبيا غائم سيعطي قطرات بشرق الأطلس وكذلك في الهضاب العليا الشرقية ونزول تساقطات ثلجية بالمرتفعات. درجات الحرارة العليا ستعادل 19 درجة بمدينة وجدة وكذلك برباط، 18 درجة بمدينة الحسيمة، 17 درجة بطنجة، 23 درجة بمدينة أكادير و 29 درجة بالقويرة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية قليل الهيجان إلى هائج بعلو 1.50 متر، بالبوغة سيكون هذا إلى قليل الهيجان بعلو 1.20 متر، وبين كاب سبارتل والمهدية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج، وبين المهدية وطنطان بحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو 3 أمتار، وباقي السواحل سيكون البحر عموما هائج بعلو سيصل إلى 2.50 متر.
شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاط الأخبار. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تعزيز التعاون العسكري الثنائي ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود محاور أساسية تناولتها مباحثات مغربية ألمانية أمس بالرباط. مدينة بنغرير تحتضن منافسات الملتقى الفيدرالي الأول لألعاب القوى بمشاركة أبرز العدائين والعداءات. وبالرباط نظمت جمعية العدوتين الدورة 29 للمهرجان الدولي للموسيقى وأغنية الطفل التربوية. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.